في شاب مصري كان موجود في مدينة بتبعد مسافات كتيرة جداً عن أحد العواصم الأفريقية. هناك الشاب ده أصيب بالتيفود وتم إجراء أكتر من عملية جراحية، لكن للأسف هو تعب جداً، اتدهورت حالته الصحية بشكل كبير، فقرر أنه يتواصل مع المسؤولين في الدولة المصرية عشان يساعدوا ويقدموا لي الخدمة الطبية اللي هو كان محتاجها. بكل تأكيد بمجرد وصول يا منة رسالة من هذا الشاب أحمد حسين، تواصل معاه المسؤولين على الفور وقدروا أنهم كمان يوصلوا له وينقلوه إلى القاهرة عشان يبدأ رحلته العلاجية في أحد مستشفيات القاهرة. هو معانا دلوقتي على التليفون. يا أحمد صباح الخير عليك وحمد لله على سلامتك. صباح الخير يا فندم. ازيك يا فندم؟ أهلا بيك الحمد لله. في البداية طمنا على صحتك الأول. أنا كويس الحمد لله والشكر لله. طيب الحمد لله. أنا عايزك أنت معاك وقت، فأنا عايزك تحكي لي الرحلة أول ما أصبت بالتيفود والمراحل العلاجية اللي خدتها برا لحد ما وصلت القاهرة. تمام يا فندم. أنا أول ما تعبت هناك يا فندم كان جالي قرحة في المعدة والتيفود وجالي دور ملاريا في موزمبيق. رحت المستشفى، قعدت في المستشفى يومين اثنين، كنا يوم ثلاثة من يوم 23/8/2022 أول ما بدأ التعب عندي. وبعد كده يا فندم رحت المستشفى بقيت اخد علاج، والعلاج ده ما يكون غلط وكده، فجهاز الهضم وقف عندي. جهاز الهضم وقف. اي حاجه كلها، اي حاجه اشربها تقف في بطني، بطني اتنفخت. رحت المستشفى فيها كوبيين، دكاتره كوبيين من بره، قالوا لي هنفتح لك هنعمل لك استكشاف فيه المعدة ونصفي لك المية دي. فتحوا لي وعملوا استكشاف، عملوا ست عمليات. ست عمليات. قعدت 45 يوم لا أكل ولا شرب ولا أي حاجة، لحد ما عملت فيديو استغاثة واستعنت بوزارة الهجرة وسيادة الوزيرة سهر الجندي، لحد ما جابتني استجابت وجابتني مستشفى القبط في كينيا. يعني القصة حصل فيها شغل كتير وتنسيق يمكن بين أربع وزارات مصرية علشان تبقى موجود في وسطنا سالم، ربنا يسلمك إن شاء الله ويتم شفاك على خير. مظبوط. يعني فكرة تمام. التواصل وإن في أربع وزارات اشتغلوا مع بعض، وزارة الطيران المصرية، وزارة الصحة، وزارة الخارجية، يعني ووزارة الهجرة، كل دول اشتغلوا مع بعض بناء على فيديو أنت أرسلته أو نداء استغاثة أنت عملته يا أحمد. بعد لما اتفضل قول. جيت مستشفى القبط في كينيا، قعدت في مستشفى القبط في كينيا 3 أيام. تمام. على ما عالجوا حالته الصحية وزارة الوزيرة سهر جندم حجزت لي طيارة بعد 3 أيام اللي هي مصر للطيران، وخدتني من كينيا جيت هنا القاهرة يوم 28. سلامتك يا أحمد والحمد لله. احنا اطمنا على صحتك لما سمعنا صوتك، لكن باين برضو ان صوتك لسه يعني ما استردتش عافيتك بالكامل، لكن الحمد لله على سلامتك مره ثانيه. معانا دلوقتي على التليفون الدكتور محمود الشرقاوي مدير مستشفى دار الشفاء عشان نطمن منه على الحاله الصحيه لاحمد. دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. يا اهلا بيك. عايزين نطمن على حاله احمد دلوقتي. والله لا الحمد لله احمد دلوقتي حالته مستقره جدا، طبعا بخلاف ما كان جاي لنا يوم 28/9. كان جاي لنا من الخارج ما بعد 6 عمليات، ما بعد قرحه نزفه بالمعده والامعاء وتدهور في الحاله العامه وضعف شديد واضطراب في كل في العلامات الحيويه وكذلك الالكترولايت اللي هي معادن الدم. يعني على طول المستشفى استقبلته، دخل قسم الرعايه المركزه، اتعرض على كل التخصصات، الجراحه العامه وبحث القولون والتغذيه العلاجيه والبطنه. الفريق الطبي اجرى كل الفحوصات ونظر احمد، وعملنا كونسلت كبير بحيث نتفق على خطه العلاج. خطه العلاج كانت تتمثل هو في تحسين الحاله العامه الاول، وبعد كده تقييم الحاجه لاجراء جراحه او لا.
طبعا ما بعد 5 جراحات بتبقى الحاله صعبه جدا، خاصه السن صغير وجزء كبير من الامعاء كان استؤصل قبل كده بره. نعم. وحصل التهابات في الجرح بالاضافه ان الحاله العامه ما كانتش كويسه. اشتغلنا على ان هو نعمل الفحوصات والمزارع بالدم ومزارع للجرح بحيث نوصل لافضل مضادات حيويه مناسبه للحاله. وفي نفس الوقت ان بارلل في نفس الخط شغالين في رفع الحاله العامه وتحسين التغذيه العلاجيه. نعم. لان كان في مشكله في الالكترولايت والبروتينات في الدم والدهون وي 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 اللي بتؤثر في الصحه العامه يعني. نعم. تعرض في احدى زيارات الخبراء الاجانب خبير الماني كان موجود في المستشفى. ضمن مبادره سياده الوزير لاستقبال الخبراء في مستشفى الصحه. نعم. فحص الحاله واكد نفس البروتوكول العلاج بتاعنا ان هو نفضل على العلاج الغير جراحي لمده 3 شهور بحيث الحاله العامه تبقى احسن تتحسن والجرح يبقى كويس. وده بالفعل كملنا عليه لحد من شهر قررنا اجراء الجراحه. كانت جراحه صعبه جدا قعدت حوالي 7-8 ساعات لاستئصال ناسور معوي واعاده توصيل الامعاء، والحمد لله الجراحه كانت ناجحه جدا. الحمد لله. بدانا بعدها بعد ما كان احمد ما مش بياكل او بيشرب بدانا نبتدي مرحله السوائل، بعد كده دخل مرحله الاكل، بعد كده دخل مرحله اللي هو يبتدي يتعافى تماما. الراجل هو اكل البط اول امبارح يعني من البيت. صحه وهنا. لا قول له بالراحه يا احمد مش كده. يا احمد هو الحمد لله اموره الحمد لله. هو احمد معانا دلوقتي يا دكتور محمود. يا احمد اولها كده بط على طول كلت صحه وهنا. ماشي يا عم بالف هنا. 5 شهور يا دكتور يعني احمد قضاهم في العلاج، هو لسه قدامه فتره كمان علشان يتعافى اكتر ولا خلاص كده احمد الحمد لله؟ مرحله احنا نقدر نخرج ان شاء الله، بس احنا حاليا يعني بنعمل التاهيل للعلاج الطبيعي ما بعد العمليه، لان طبعا نتيجه كل الجراحات اللي هو عملها وخاصه في القولون بتؤثر على امتصاص بعض العناصر الغذائيه زي البروتين او الفيتامينز، فبتاثر على المس او المصل مات او الكتله العضليه الموجوده عنده. ايوه. وده اللي احنا بدانا نشتغل فيه دلوقتي يعني. ده عظيم. خصوصا طبعا احنا مش بنتكلم في عضلات عاديه، يعني احنا نوضح ان القلب مثلا عضله وان الاجهزه برضو الحيويه قائمه على وجود العضلات دي. مش بنتكلم في شكل خارجي فقط. من ناحيه القصه اللي كان فيها خساره الحمد لله تم تداركها وتم علاجها. احنا دلوقتي بنعالج الاثار الناتجه عن الفتره الطويله من البيدريدن او النوم السريري وهذلان العضلات الناتج عن عدم امتصاص المعادن الاساسيه المطلوبه للعضلات. خلينا نتكلم بشكل اكثر انصافا، كل الشكر للطاقم الطبي اللي طبعا اللي ساعد احمد ان هو يرجع مره ثانيه لحياته الطبيعيه. احنا شفنا الفرق اعتقد يعني في نفس الشخص لنفس الحاله، راجل عامل كام عمليه بره وهذه العمليات في النهايه فشلت والراجل حالته الصحيه كانت بتتدهور وجاي القاهره وحالته الصحيه صعبه جدا، لكن في النهايه الحمد لله قام بالسلامه وزي الفل. الحمد لله. طبعا انا بستغل طبعا المنصه الاعلاميه لحضراتكم واشكر كل الطاقم الطبي المشرف على علاج احمد من زمايلنا الاطباء والاستشاريين دكتور هاني حسن دكتور شيرين شاذلي، طاقم التمريض اللي ساهم جدا في علاجه، طاقم التغذيه العلاجيه، طاقم البطنه، طاقم الرعايه، كل الناس اللي هي ما دخلتش اي جهد بحيث انها توفروا افضل سبل الرعايه في المستشفى. تسلم ايديكم يا دكتور، شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا جزيلا لكل الطاقم الطبي اللي كان بيتابع حاله احمد. كل الشكر للدكتور محمود الشرقاوي مدير مستشفى دار الشفا. فكره التضافر والتعاون اللي حصل بين 4 وزارات وكمان شركه مصر للطيران اللي قامت بنقل احمد بالاضافه لمشاركه سفراء 3 دول مختلفه، يعني كل ده عمل من خلال صحيح. فيديو صغير جدا لشاب مصري، وده بيأكد بجد والله يا شاذلي ان الناس فارقه جدا واي حد صوته فارق جدا. بكل تاكيد احمد كنت متوقع ان الفيديو بتاعك يوصل وان هم يستجيبوا ليك؟ انا كنت فاقد الامل يا فندم. طب انت واحد بقى فاقد الامل اول ما استجابوا ليك احساسك كان عامل ازاي؟ انا حسيت يا فندم اول يعني وصلت الدنيا وعرفت ان انا خلاص اوصل اركب طياره مصر ان هي جايه القاهره هنا. الحمد لله يا فندم حسيت ان انا فوقت من اللي انا كنت فيه.
ربنا يحفظك ويسلمك. الحمد لله على سلامتك يا احمد. احمد حسين الشاب اللي تعرض لازمه صحيه وتم انقاذه بادغال افريقيا، وكنت مقيم على بعد 2000 كيلومتر من موزمبيق او من العاصمه. يعني حقيقي الحمد لله على سلامتك، وحقيقي جهود مشكوره جدا طبعا بكل تاكيد. ومعالي وزيره الهجره راحت بنفسها وزارته كمان في المستشفى في القاهره عشان تطمن على حالته الصحيه. اي حد بيتعرض لاي ظرف ايا كان في الخارج يتواصل بشكل مباشر مع وزاره الهجره، بكل تاكيد هيكون في تعامل وتعامل سريع كمان مع اي ازمه بيمر بيها اي مصري في الخارج.